الأستاذة أسماء اللي بتسأل عن والدها، إنها 37 سنة وهم سايبين بعض وما هي سنها صغير، كانت عايشة مع جدها وبعد كده قبل عاشت مع والدتها سنتين، بتحاول تتواصل مع الوالد لكن في جفاء شديد وفي غلظة في التعامل، فهي بتبكي إن هي بتصل وهو لا يريد أن يصلها، هو واقع في عقوق ابنته لا يصل ابنته. انت بتقولي انا ما بقتش قادره اتعامل معاه، فهل اقسم؟ اعرفي ان احنا في الدنيا في امتحانات متواليه ومتصله، واكيد ان انا في كل ماده من مواد الامتحان عايز اعدي، والانسان مش هيعدي الا بالصبر، انه يتحمل ما يمر به وانه يؤدي ما عليه قدر الطاقه ويحسن الى من اساء اليه، وبالذات الوالد والوالده، السبب على الاقل سبب كان سبب في وجودي في هذه الحياة بأمر الله تعالى. أنا شايفة ما تحمليش نفسك فوق الطاقة، وإنك تقفلي الطريقة دي أو تقفلي الباب على عقلك من التفكير في هذا الاتجاه عشان ما تفتحيش أبواب للشيطان. ليس عليك سوى البر والسؤال عليه، ولو هو لو أثر فيما يجب عليه فهو آثم وربنا هيحاسبه، لكن أنا عايزة لما أقف بين يدي الكريم أكون أديت الحقوق التي علي وأسأل وأبر، حتى وإن ظلمني، حتى وإن قصر في المناسبات، أسأل من وقت للتاني، أقول له أنا مش عايزة منك غير الدعاء، ما يقول لك أنا مت واعتبريني، أقول له إزاي ربنا يبارك في عمرك، أنت أبويا، أنا مش عايزة منك غير الدعاء، مش عايزة منك غير كذا، ما يدعيش حتى بري، وقول يا رب أنا يعني أرجو بهذا العمل وجهك الكريم وصبرك على ده واحتسابك، احتساب الأجر، إنك بتعملي شيء شاق على نفس الإنسان، أن يصل الإنسان أبوه وبعدين يجد أبوه بهذه الغلظة، ده شيء مش سهل وصعب وبيوجع، فأنت صبرانة عشان عايزة تأدي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، حتى وإن كان الأب قصر فيما يقوم به. يعني إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للخير، اللهم أمين.